حوس مير كي المهرجان في الحقيقة جيد جدا، دوزت أوقات ممتعة، كانوا أفلام في مستوى عالي، تفرجنا و ميم طون تقاسمنا أوقات فرح وسعادة وبكاء في أثناء الأفلام، يعني فرحة عارمة في حقها بالنسبة لي شخصيا، لأن كان موت على الأفلام، كان موت على السينما. وأبار سا يعني بون تلاقينا مع الناس، تذكرنا، شفنا لي ماستر كلاس فاتح أكين، عباس كياروستا كيروستامي، الحقيقة الأجواء كلها مزيانة في الفيستيفال. الدورة 15 بالنسبة للمهرجان ديال مراكش، يعني دورة اللي هي صراحة كنشوف كل عام يعني كاينة لجنة التحكيم اللي هي قوية، اللي كنفتخروا بها وعلى رأسها كوبولا، وكذلك كاينة واحد المسألة اللي هي شوية الناس حسوا بها بحال إلا ديرونجاتهم، اللي هي لا سيكوريتي، بحكم أنه التأثير اللي كانوا وقعوا مؤخرا يعني في في في, في باريس، فكنقول بأن المسألة هذه ماشي هي إيجابية لنا حنا، وخاصها تبقى ماشي غير حيت وقع هادشي، مي خاصنا نعيشوها ونولفوها، صافي دوك حنا ما كناش كنتعايشوا معها، يعني خاصنا للسنوات المقبلة إن شاء الله نبقاو في هاد لو سيستيم، وهذا كيدل على أنه بلادنا الحمد لله باقا قوية يعني فنيا وفي أي مجال. الدورة ال 15 ديال المهرجان الدولي ديال مراكش الحمد لله عنده واحد الإقبال زوين، وهذا الشيء كيفرح بالنسبة للفنانة بصفة عامة وبالنسبة للمغرب ديالنا الحمد لله. وكنشوف يعني بزاف ديال السينما تكرمت هنايا عندنا حنايا هنا في المغرب الحمد لله، وهذا الشيء كيشرفنا وتيشرف المغرب ديالنا. قطار المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 15 يصل إلى محطته 7 بتقديم فيلمين كنديين وعدد من الأفلام المشاركة داخل وخارج المسابقة، بالإضافة إلى تكريم الفنان ويليام دافو. عبد القادر الفطواكي وعبد العالي بالبداوي للأيام 24 من مدينة مراكش.